انا دايما السؤال بيجي لنا، الضيف بيجي لنا بنساله سؤال مش صعب شويه، لكن انا بقدر الامكان بقدر اساعدك. معانا ورق عنب، ايوه، ومعانا الحشوه بتاعته رز خلطه، ولكن اللي بيغلي في الحله حاجه الكواليس قالت لنا ان انت بتحبيها وجوزك بيحبها. اه، عكاوي. عكاوي؟ لا، دي اول مره اعملها في حياتي. كان احمد طلبها مني في رمضان اللي فات، ما كنتش بعرف اعملها خالص. احمد جوز حضرتك؟ احمد جوزي. قال لي انا عايز اكل عكاوي، فقلت له خلاص ماشي. بصراحه دخلت على النت وكنت اول مره تعمليها، اول مره اعملها، دي مغامره، دي مغامره جدا. وبعدين لقيتها سهله يعني، مش صعبه، وفي نفس الوقت بقى بصراحه يعني هو قال لي ان هي كانت احلى عكاوي اكلها في حياتي. طبعا لازم يكون كده، لازم. حلو، يعني بغير عن ان هو يتكلم عن اي تفاصيل لازم يقول احلى عكاوي كلها. ولو طلب كوارع هتعملي له؟ لا، بس انا عايز اقول لك ان هو مش في الاكل مش مجامل يعني. هو يقول لك دقيق جدا وذواق جدا يعني، الحاجه لو ما عجبتهوش هيقول لا دي مش حلوه، مش عجباني، انا عايز تغيري فيها كذا، زودي كذا، قللي كذا. طبيعي لازم يقول لي الكومنتات علشان تتعدل المره اللي بعديها. شايفه العكاوي يعني؟ بس لحم سام منها، احنا حاطينها على النار من بدري. بص ادي اللحم، ايوه، بتدوب، دايب دايب. بص اللحم بيدوب، دوبني دوب. ايوه، طيب كده عرفنا ورق عنب، طاجن الورق العنب بالعكاوي. ماشي، حلو قوي. حلو، السؤال ده صعب شوية. معانا توست وقشطة بلدي وفستق حلبي ومربة الزهر. الحلو ده مشهور في بلاد الشام، خاصة سوريا ولبنان. ايوه، تحية كبيرة لهم طبعا. انا حي طبعا، ده احنا بعشق الاكل اللبناني والاكل السوري، ده بالنسبه لنا حاجه حلوه جدا. عيش السراي. حلو، عيش السراي مش بس حلو، ده سهل جدا. سهل يعني، بيتعمل بالسكر المكرمل وبياخد لون بقى بيألفوا فيه دلوقتي، بس انا هتعلمها من حضرتك دلوقتي. طيب تمام، زي الفل. معانا بقى طبق شوربه، اكيد انت من هواه السفر وبتحبي الاكلات بتاعه كل بلد. صح. معانا حمص، ومعانا لحم متقطع مكعبات، اللحم ده ضاني، ورز مصري وعدس. ميزه الشربة دي فيها كل حاجه، وفيها معدوس. غششت كده كده. ايه معدوس ده؟ اللي هو البقدونس. المفروض تكون عرفتيها يعني. هم ده يتكلموا عن البقدونس على ان هو معدوس. دي شوربه الحريره. الله عليك. حلوه. ليه سموها الحريره؟ لا ما اعرفش، انا باكلها بس. هنقول ليه سموها الحريره في التفاصيل دي. انا باكلها بس. طيب. بحبها وبشربها. حمص ومكوناتها كتيره قوي. هي مكوناتها كمان حلوه جدا بصراحه. ومعانا سلطه بيطلق عليها في السفره عروسه السفره. مكوناتها خس وجرجير، ولكن اساسياتها سماء وعيش محمص ودبس الرمان. خس وجرجير. لا مش عارفاها، بس هي سلطه هتبقى فتوش. فتوش. دي الفتوش ياخد دايما عيش محمص و انا بحبها قوي برضو. من غير السماء هي مش فتوش، هي سلطه بلدي. ما انا كنت لسه بقول لحضرتك، احنا هنا في مصر ساعات بنعملها من غير ما تنفعش تبقى فتوش، طعمها مش زي الفتوش. ايه في المنيو بتاعنا ست الكل؟ تحفه النار، خصوصا العكاوي وورق العنب يعني. ده خلاص، ده بعديه كوبايه عصير قمر الدين وتعشى. بالظبط كده.